ماذا تعرف عن كارول؟ اسمها، هي مغنية وممثلة لبنانية بدأت مسيرتها الفنية من خلال المسرح الغنائي بإشراف الفنان الموسيقار منصور الرحباني. قبل أن تركز موهبتها على الغناء وتقديم اللوحات الفنية المصورة لأغانيها المنفردة التي تلقى رواجا وغالبا ما تحمل رسالة إنسانية. في رصيد كارول اسمها عدة ألبومات غنائية وبطولات مسرحية ودرامية وعمل سينمائي يتيم، جعلتها من فنانات الصف الأول عربيا. تلقت كارول الإرشاد الفني من الموسيقار منصور الرحباني، كما تجيد الغناء بالعديد من اللغات وأداء مختلف أنواع الرقصات الاستعراضية. ولدت كارول سماحة في مدينة بيروت اللبنانية بتاريخ 25 من جويلية 1972، ونشأت لأسرة مثقفة تدعم المواهب الفنية، لذا بدأت بكتابة الأغاني والرقص متقنة عدة لغات منذ سن صغيرة. كما شاركت بأداء ملفت في المسرح اللبناني المدرسي اللبناني بعدة عروض، ما جعلها تزداد تعلقا بالفن المسرحي والغناء. حصلت على درجة ماجستير في الغناء والإخراج من جامعة القديس يوسف في بيروت في سنة 1999. بدأت بعد ذلك مسيرتها الفنية على منصة المسرح. شاركت في عدة أعمال مسرحية درامية كمسرحية طالبين القرب لعام 1997، لكن أبرز أعمالها المسرحية كان بعد تعارفها وعملها مع الموسيقار اللبناني الراحل منصور الرحباني، حيث شكل هذا التعارف مرحلة هامة في مسيرتها المسرحية لتنتقل من الدراما إلى المسرحيات الغنائية، وتعد مسرحيات آخر أيام سقراط لعام 1998، وأبو الطيب المتنبي سنة 2001، وملوك الطوائف لسنة 2003. أشهر ما قدمته مع الرحباني الذي استطاع توجيه وصقل موهبتها اليافعة. بدأت مسيرتها الغنائية سنة 2003 بأغنية الطفولة، وعملت مع منصور الرحباني على ألبومها الغنائي الأول الذي حمل اسم حلم، وتضمن 8 أغاني محققا شهرة كبيرة، ولا سيما أغنية العام الرومانسية اتطلع فيه هيك، التي قامت بتصويرها إضافة لأغنية حبيب قلبي. قدمت في العام التالي 2004 ألبومها الغنائي الثاني بعنوان أنا حرة، الذي تضمن 11 مسارا غنائيا صور منه غالي علي في العام ذاته، ثم صورت في العام التالي أغنيتي نزلت الستارة، ثم حبيب دلوقتي باللهجة المصرية. أصدرت سنة 2006 ألبوم أضواء الشهرة الذي فاق نجاح ألبوميها السابقين، وتضمن 8 أغاني منها أغنية اسمعني الرائجة التي قامت بتصويرها من إخراج نارين لبكي، إضافة لأغنيتي أضواء الشهرة وزعلني منك. ثم شاركت في العام التالي بدور زينوبيا في مسرحية زينوبيا من تأليف وإخراج الأخوين الرحباني. أسست شركة إنتاج خاصة بها سنة 2009 تحمل اسم لاكارام، كما شارك بأدوار ثانوية في عدة مسلسلات مثل جاردينيا وطالبين القرب واسمها لا. صورت أغنية وطنية مصرية اسمها المصرية بدم حامي سنة 2011. كما أدت دور المغنية اللبنانية الشهيرة صباح ضمن مسلسل يوثق سيرة حياتها بعنوان الشحرورة، وهو اللقب الأخير الذي حقق نسب مشاهدات جيدة وردودا وأصداء إيجابية لنجاح سماحة في تجسيد شخصية الصبوحة ببراعة. عرضت لها أغنية وتعودت سنة 2012، وهي استكمال لقصة الأغنية المصورة خليك بحالك بالكلمات والمشاهد، إلا أنها فاقتها رواجا واستماعا، وهي إحدى أغاني ألبومها الأكثر نجاحا ومبيعا إحساس، الحائز على عدة جوائز عربية وعالمية. صدر الألبوم سنة 2013 متضمنا 13 أغنية، أشهرها أغنية وحشاني بلادي التي صورت في العام نفسه، كما نفت تعرضها لمشاكل قانونية مع أسرة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، حيث استعانت بلحن أغنيته ليلة حب وصوت أم كلثوم في مقدمة الأغنية.
أصدرت الأغاني المنفردة التي تصور قضايا تعاني منها المرأة اجتماعيا، كأغنية وانتصرت لقلبي سنة 2018، تلتها أغنيتي المطلقة وبالصدفة سنة 2019، ثم شاركت بطولة فيلم الدراما والرومانسية بالصدفة إلى جانب الممثل بديع أبو شقرة. تستعد للعديد من الأعمال الفنية، خاصة بعد نجاح أغنيتها المصورة مش هعيش، التي جسدت فيها أداء متقنا لمحاولة انتحار وهمية جعلها تتعرض للمساءلة من قبل السلطات الفرنسية حيث تم تصوير الفيديو. جمعتها علاقة حب برجل الأعمال المصري وليد مصطفى حسن، صاحب جريدة اليوم السابع، ورئيس مجلس إدارة قنوات النهار، ورئيس مجلس إدارة شركة سكاي للإنتاج الفني المالكة للإذاعة الشهيرة إنرجي، إثر تعارفهما في مصيف سياحي. وهي علاقة انتهت بالزواج المدني سنة 2013 في قبرص، لكونها مسيحية غير راغبة باعتناق دين زوجها الإسلامي، ولهما طفلة وحيدة تدعى طالة، علما أن لزوجها ابنة من زواج سابق انتهى بالطلاق. حصلت كارول اسماحة على الجنسية المصرية سنة 2019 إثر زواجها من شخصية مصرية، وتعيش مع أسرتها بين لبنان ومصر. تعرضت لمساءلة قانونية من قبل السلطات الفرنسية إثر تصويرها لأغنيتها مش هعيش في إحدى الضواحي الباريسية، حيث كان تمثيلها واقعيا لدرجة أن المارة ظنوا أنها تستعد للانتحار. تزوجت زواجا مدنيا في قبرص كونها تعتنق الديانة المسيحية مقابل زوجها الذي يعتنق الإسلام.